حتى في كل مكان يتواصل اللقاء والعطاء من أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين لسباقات الهجن ميدان الوذبة، حيث انطلاقت لهذا اليوم سن الحجايج 3 كيلومتر رحلة الأشواط. نصل بكم إلى انطلاقة شوطنا 15 للقعدان. تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الأشواط. مقدمة الشوط مباشرة نبدأ مع المركز الأول ومع مغادر. تعود الملكية عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي من يقدم لنا مغادر مع الصدارة. المركز الثاني من بدأ يرافق مغادر على الصدارة في هذه اللحظات يتقدم بهذا المسار المميز ياتي سمهوي عوض بن مبارك المهيري. المركز الثالث بدأ يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الثاني ياتينا بهذا الانطلاق لهب سليم بن علي بن محمد المحاربي من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث يغير في هذه اللحظات ويتقدم مباشرة ندهم حمد بن عبد الله بن لويع العامري. رابعي المراكز مغادر عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي. والمركز الخامس ينضم مباشرة بشار حميد بن محمد بن رامس اليحافي من يتقدم رأس سميحة بهذا الشعار مع المركز الخامس. سادس المراكز اللي في المركز السادس تقدم ممتاز في هذه اللحظات من المتحد خادم بن حميد بن عوفري المنصوري. أما اللي في المركز السابع من الجانب الآخر يتقدم هنا النداوي خميس بن عبد الله بن حميدان المنصوري. ومن الجانب الآخر بدأت الأسماء تتقدم، بدأ الكل ينطلق من أجل الفوز والناموس الشبابي. سهيل بن عبيد بن ميع السبوسي يتقدم أبو عبيد بهذا الشعار. هكذا الأسماء القادم والواصل في هذه اللحظات من ينضم مختبر سعيد بن راشد بن يوعان الشامسي. ومن الجانب الآخر ياتينا اللي هو مشاهدين الكرام في هذه اللحظات يتقدم بمسار مميز وبانطلاق جميل. مشاهدي الكرام في هذه اللحظات شاهين مبارك بن محمد بن يروان المنصوري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول سمهوي. سمهوي مع الصدارة عوض بن مبارك المهيري الخبير. يتقدم الجموع ويتقدم الجميع ويقدم لنا سمهوي. المركز الثاني ثاني المراكز أدهم حمد بن عبد الله بن لويع العامري يتقدم مباشرة مع المركز الثاني ويرافق سمهوي مع الصدارة. المركز الثالث ثالث المراكز ياتي لهب سليم بن علي بن محمد المحاربي يتقدم مباشرة مع المركز الثالث. في هذه اللحظات رابع المراكز القادم مغادر عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي وصل الجديد هنا يتقدم مباشرة. في هذه اللحظات شاهين محمد بن راشد بن جابر المنهالي وهناك أيضا بن يوعان الشامسي. هكذا الأسماء، ولكن وين الصدارة؟ وين وين المقدمة؟ يا سلام، أدهم أدهم بدأ يغادر الجميع. أدهم بدأ ينفرد بحاله ويقدم لنا أدهم حمد بن عبد الله بن لويع العامري. يتقدم الجميع، هو الأقرب هو المسيطر من أجل الفوز والناموس. حتى هذه اللحظات إن لم يكن مغادر، ومتى بنقول غادر مغادر؟ عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي وصل. هناك أيضا لبيب أحمد بن شدي بن حماد الاكتبي أول إذاعة مشاهدينا الكرام يتدخل في هذه اللحظات. مبشر صالح بن سعيد بن حربي العامري ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظات. وين الناموس؟ وين وين الفوز؟ وين يتقدم مباشرة هنا الزود محمد بن سعيد بن حلوة من قدم، ولكن الغيلاني وصلكم ابو محمد. في هذه اللحظات راشد بن سالم الغيلاني يتقدم لنا هذا الاسم لشاهين. هكذا النتيجة، ولكن لبيب 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 يا سلام، هو الطبيب للفوز. لبيب مع الفوز مع الناموس مع المركز الأول. أحمد بن شدي بن حماد الاكتبي ما شاء الله، خلاص باي باي غادر الجميع. انطلق يحمل الرقم واحد، يحمل الرقم واحد ويزهابه، يزهابه هذا الرقم. لبيب أحمد بن شدي بن حماد الاكتبي، سلام بن شدي سلام، وسلام لبيب سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين راشد بن سالم الغيلاني، المركز الثالث مغادر عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي، المركز الرابع رابع المراكز رابع المراكز الخطر اللي عبد الله بن سعيد الشراري بن محارب. المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام عزام
سالم بن محمد بن سالم العفاري. هكذا النتيجة. لبيب أحمد بن شدي بن حماد الاكتبي قاطع المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام 3 كيلومتر، قدم لنا العرض المميز والعرض الممتاز مع الأمتار الأخيرة 4 دقائق فعلا مشاهدينا الكرام، 28 ثانية 3 من الأجزاء. أحمد بن شدي بن حماد الاكتبي أشكرك على هذا الإبداع. المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني، شاهين راشد بن سالم الغيلاني قطع المسافة زمن وقدره 4 دقائق 30 ثانية 7 من الأجزاء. ثالث المراكز مغادر، ثالث المراكز مغادر عبد الله بن سيب بن مبارك الخيلي قطع المسافة زمن وقدره 4 دقائق 30 ثانية 8 من الأجزاء. نشوف اللي في المركز الرابع، الخطر عبد الله بن سعيد بن محارب القواد له الشراري قطع المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام 4 دقائق 31 ثانية 7 من الأجزاء. خامس المراكز، من أتى مشاهدينا الكرام؟ هناك عزام سالم بن محمد بن سالم العفاري 4 دقائق 31 ثانية أو 32 ثانية 9 من الأجزاء. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الأشواط.